قبرص تدخل على خط المواجهة ضد إيران، وحاملات الطائرات تعجز أمام الجيش اليمني. ما القصة؟ أكد الأدميرال جورج ويكوف قائد الأسطول الخامس الأمريكي الذي نشرته الولايات المتحدة في المنطقة مؤخرا لمواجهة الخطر الإيراني، على أن الأساطيل الحربية العملاقة التي تضم حاملات طائرات نووية غير قادرة على وقف التهديدات التي تشكلها القوات المسلحة اليمنية المدعومة من إيران، فما بالكم بإيران نفسها كما قال. وأكد القائد العسكري الأمريكي ضرورة البحث عن وسائل أخرى يمكنها الضغط بالتعاون مع حلفاء أمريكا، مشيرا لأن الوسائل العسكرية لم تحقق النتائج المرجوة ولم تتمكن من تحقيق آليات الضغط المطلوبة لإنهاء الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط. وأشارت التقارير إلى أن تكلفة الطائرة المسيرة الواحدة التي تستخدم ضد السفن المستهدفة من قبل الجيش اليمني في البحر الأحمر لا تزيد عن $2000، بينما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية صواريخ دفاع جوي تصل تكلفة الواحدة منها إلى $2,000,000، مشيرة إلى أن هذا هو الفشل بعينه. وتمكنت القوات المسلحة اليمنية باستراتيجيتها منخفضة التكلفة أن تقوض قدرة الجيش اليمني والجيوش الغربية المتحالفة معها على التصدي لعملية استهداف السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من باب المندب والبحر الأحمر. وفي موضوع ثان، قالت وسائل إعلامية يونانية إن وفدا عسكريا أمريكيا وصل إلى قبرص الجنوبية في الأيام القليلة الماضية. أفادت الصحيفة أن الهدف من الزيارة هو عقد اجتماعات عاجلة مع المسؤولين في وزارة الدفاع القبرصية وجهاز الاستخبارات، يهدف الاجتماع إلى ردع حزب الله وحماية المجال الجوي الصهيوني من هجمات محتملة. ورافق الوفد قوة عسكرية محملة بمعدات وأسلحة ومنظومات دفاع جوي حديثة بالإضافة إلى مروحيات، وذلك في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات التي تنص على عدم تسليح قبرص الجنوبية والشمالية. ومن جانبها أكدت مصادر من قبرص الجنوبية أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل قبرص إلى مركز قيادة ومنصة عملياتية لاعتراض الهجمات من إيران واليمن وحزب الله على الكيان الصهيوني، كما عززت بريطانيا قاعدتها العسكرية في قبرص الجنوبية منظومات دفاع جوي، وتواصلت ألمانيا مع السلطات القبرصية الجنوبية لإرسال قوات بحرية للمساعدة في عمليات الإجلاء في حال نشوب حرب. وفي الوقت نفسه تواصل المسؤولون القبارصة مع جهات عربية وحزب الله، وأكدوا أن ما يحدث يتم خلافا لإرادتهم وأنهم لا يريدون توريط بلادهم في أي حرب، وأعربوا عن خوفهم من أن تصبح الجزيرة القبرصية الجنوبية مسرحا لمواجهة مع إيران.